يلا بينا نكمل مع بعض مجموعة المراجعات اللي احنا بدأناها من فترة الخاصة بفرع النحو. هناخد مع بعض النهاردة قطعة جديدة بتدريبات جديدة على النحو عشان نكون لمينا كل حاجة خاصة بالجزء هنا عندنا في الامتحان. يلا نبدأ مع بعض زي ما اتعودنا بالقطعة بتاعتنا، وهنبدأ إن احنا نقرأها كويس. تكرم الدولة العلماء والنابغين في عيد العلم تكريما، فوفرت لهم المعامل المجهزة والأجهزة الحديثة تقديرا لدورهم في رفع شأنها بين الدول. طبعا زي ما احنا عارفين اول سؤال عندنا في الامتحان جزء خاص بالنحو بيكون سؤال الاعراب، اعرف ما يفعله خط. تعالوا نبدا نشوف مع بعض الكلمات بتاعتنا. اول كلمه عندنا هي كلمه الدوله، لازم نشوف الخطوات بتاعتنا. اول حاجه نحدد نوع الكلمه، فهي طبعا اسم لان اولها الف لام. تعالوا نشوف اللي قبلها الفعل تكرر، يبقى نسأل نفسنا مين اللي عمل الفعل ده تكرر؟ مين اللي بتكرر؟ الدولة هي اللي بتكرر، يبقى كده منقوبة بالفعل طبعا بيكون الفاعل، يبقى كلمة الدولة عندنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه. هرجع للكلمة تاني هلاقيها طبعا كلمة مفردة، هيبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب بعد كده عندنا كلمة عيد، طبعا عيد دي اسم وقبلها حرف جر، فتبقى سهلة جدا بناخدها من زمان، هتكون اسم مجرور وعلامة جره المكسرة لأن هو طبعا اسم مفرد. طيب فوفرت لهم المعامل، طبعا المعامل اسم هنشوف قبلها هنلاقي لهم جر ومجرور، نشوف قبلها هنلاقي فوفرت، طبعا وفرت ده فعل ماضي وفرت، مين اللي وفرت؟ هي اللي هي الدولة، يعني وفرت مين اللي وفرت؟ هي اللي هي الدولة، وفرت ايه؟ المعامل، وفرت مين اللي وفرت؟ الدولة، وفرت ايه؟ المعامل، يبقى المعامل هتعرف مفعول به. وطبعا احنا عارفين ان المفعول به دايما بيكون منصوب وعلامه نصبه. لو بصينا على كلمه المعامل مفرد مثنى والجمع هنلاقيها جمع. طيب نشوفها انهي نوع من انواع الجمع، طبعا هي جمع تكسير، هيبقى مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طيب اخر كلمه عندنا هي كلمه لدورهم في رفع شأنها. طيب شأنها دي اسم ولا فعل؟ طبعا لو احنا شلنا الضمير هنلاقي كلمة شأن، وكلمة شأن نحط لها ألف ولام هنلاقيها أل شأن، فطبعا هتبقى اسم آخرها ضمير، وطالما آخرها ضمير هيبقى معرفة، زي ما احنا قلنا قبل كده إن الكلمة اللي آخرها ضمير بتكون معرفة. تعالوا نشوف الكلمة اللي قبلها هنلاقيها كلمة نكرة، لأن هي ما فيهاش ألف ولام، ما فيش في آخرها ضمير، ما بتدلش على اسم إنسان ولا على اسم بلد، يعني مش على. واحنا قلنا قبل كده إن نكرة ومعرفة بتبقى مضاف إليه، قلنا قبل كده إن نكرة ومعرفة بتكون مضاف إليه. وطبعاً المضاف إليه دايماً بيكون مجرور وعلامة جره هنا هتكون الكسرة لأنه مفرد. وبكده يبقى إحنا خلصنا سؤال الإعراب بتاعنا. يلا نكمل مع بعض باقي الأسئلة. بيقول لنا استخرج من الفكرة مفعولا لأجله. طيب نفتكر مع بعض يعني ايه مفعول لأجله؟ المفعول لأجله هو اسم منصوب بيبين سبب حدوث الفعل، يعني أنا هشوف هنا فعل وهشوف سبب حدوثه ايه، فهنلاقي هنا تكرم الدولة العلماء والنابغين في عيد العلم تكريما، هلاقي هنا تكرم وهنا تكريما، هو ده المفعول لأجله؟ لا مش هو ده، تعالوا نكمل. فوفرت لهم المعامل المجهزه والاجهزه الحديثه. ليه بقى؟ ليه الدوله وفرت لهم؟ ليه الدوله كرمتهم؟ تقديرا لدورهم. يبقى كلمه تقديرا هي اللي بتبين سبب حدوث الافعال دي، هتبقى مفعولا لاجلهم. طيب بعد كده عايزين مفعول مطلق، احنا لسه فوق دلوقتي قلنا ان المفعول المطلق هنا احنا حددنا الاثنين دول. طب قبل ما نختار نفتكر تاني يعني ايه مفعول مطلق؟ قلنا ان هو اسم منصوب ماخوذ من لفظ الفعل، يعني هيبقى عندي اسم وعندي فعل والاثنين شبه بعض، عندنا تكرم وعندنا تكريما، يبقى هناخد تكريما.
بيقول لنا بين نوع. نفتكر مع بعض ايه هي انواع المفعول المطلق. عندنا المبين للنوع ومؤكد للفعل. هعرفه ازاي يا مستر؟ قلنا المؤكد للفعل بيبقى جاي لوحده، المبين للنوع بيبقى بعده كلمه بتوصفه. تعالى نشوف تكريما، هنلاقي بعديها فاصله يعني مفيش حاجه بتوصفها، يبقى هنا نوعه هيبقى مؤكد للفعل. بعد كده عايزين مضاف اليه، احنا لسه قايلين كلمه شمال هي مضاف اليه، وعندنا برضه نكره ومعرفه تاني، عندنا كلمه عيد وبعدها كلمه العين. جمع مذكر سالم، هندور هنا في كلمه دولة العلماء والنابغين، لقينا كلمه النابغين اهي. علشان اتاكد ان هي جمع مذكر سالم طبعا لازم يكون عاقل، النابغين اكيد عاقل، لو شلنا منها الياء والنون هيدينا المفرد، يبقى هنكتب كده النابغين. بيقول لنا بعد كده هات مفرده هتبقى النابغ. تمام؟ يلا نكمل مع بعض. المخلص في عمليه محبوب. اجعل العباره للمثنى والجمع المذكر، هعملها مره للمثنى ومره للجمع. يلا احنا قلنا في المثنى بنزود الف ونون او ياء ونون حسب الجمله، فهنقول هنا المخلصان في عملهما، ولازم نركز على الضمير كويس، ما لهم محبوبان. طيب الجمع هتبقى المخلصون في عملهم، وبرضه نركز على الضمير، هنا خليناها هما، هنا خليناها هم، ما لهم بقى محبوبون. اخر حاجه عندنا بيقول لنا صور الخطأ في الجمل التاليه. المعلمين المخلصون محبوبين. طبعا هنا دي اخرها الف ونون ودي اخرها الف ونون، يعني هما مثنى. طب الكلمه دي مبتدا، واحنا عارفين ان المبتدا بيكون مرفوع علامه رفعه الالف لو هو مثنى، فبدل المعلمين هنخليها المعلمان المخلصان محبوبين. اخر حاجه عندنا قراءه القصه تاني. هنا عندنا قرأ ده فعل ماض، والتاء هنا تاء الفاعل، لأن أنا اللي قرأت كلمة القصة، أنا هتبقى مفعول به، طبعًا دي مثنى، والمفعول به لما بيكون مثنى بيكون منصوب علامة نصبه الياء، هتبقى قرأت القصة تاني. وبكده تكون انتهت الأسئلة وانتهى موضوع مراجعتنا النهارده، وإن شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو مراجعة جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.